السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الليلة ونزولا عند رغبة الكثير طلب مني إعادة الحديث عن الفرقة الجامية أو المدخلية أو الخلوف سميه ما شئت بشيء من التركيز والدقة خاصة بعد إعادة إحيائهم في الموجة الجديدة واستفادة منهم من التيارات والقيادات الحديثة في العالم الإسلامي وانتشارهم حتى في أوروبا وأمريكا انتشروا الآن يدعون إلى الفكر الجامي. فما هي الفرقة الجامية أو المدخلية وما هي أفكارهم ولماذا هم يشكلون أهمية هذه الأيام وكيف نتعامل معهم؟ سبب إطلاق كلمة الجامية لأنه الذي ساهم في تأسيسهم هو محمد أمان جامي بعد أزمة الخليج الأولى في 1990. محمد أمان جامي توفي في التسعينات. والمدخلية نسبة إلى ربيع المدخلي وأعتقد لا يزال حي وله كتب وهو يعني كان موازيا لمحمد أمان جامي. وهناك من يسميهم الخلوف تيمنا بالحديث ثم تخلف بعدهم خلوف وسمهم ما شئت. المهم منهم فرقة تجمع مجموعة من الصفات التي ستتناولها بعد قليل. نشأت في أزمة الخليج حينما الدولة السعودية حاولت أن تستعين بالمؤسسة الدينية فلم تستطع في مقابل علماء الشباب الذين يتكلمون بمنطق وعلم ومعرفة فأتت يعني استثمروا حماس محمد أمان جامي. هو كان متحمسا يرد على الشيخ سلمان العودة وسفر الحواري استثمروا حماسه وأضافوا له مجموعة وصنعوا له أتباعا ثم تبنت وزارة الداخلية هذا التيار بالكامل ودفعت الآخرين أن ينضموا له فتشكل بشكل كبير ثم قلدهم دول أخرى قلدتهم دول الخليج وقلدتهم مصر وقلدتهم الجزائر وقلدتهم دول أخرى حتى السودان وحتى أوروبا وأمريكا وصلها هذا الفكر. على مدى 20 سنة تقريبا الماضية انتشروا انتشارا كبيرا. فهذا تاريخ الفرقة الجامية وصلت إلى أوجها في 94 96 97 حينما أطلق سراح سلمان السفر خف تأثيرهم حينما حصلت أحداث سبتمبر واحتاجت الدولة إلى ما يسمى بالإسلام الوسطي هو إسلام المشايخ الصحوة تعاونت معهم مؤقتا إلى أن قمعت التيار الجهادي ثم انقلبت مرة أخرى على مشايخ الصحوة ثم الآن بعد أحداث الربيع العربي عادت إلى الجامية وأحيتهم من جديد ليس في السعودية فقط أحيتهم في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي الإمارات وفي الكويت وفي أماكن كثيرة. هذه باختصار تسميتهم وتاريخهم. من هي رموزهم؟ رموزهم السابقة كانت المدخلي وجامي. جامي توفي بقي المدخلي ظهر شخصيات أخرى من ضمنهم حديثا هذا اللي طلع يقول الملك لو زنى وشرب الخمر لمدة اللي يسمى الرئيس وغيره كثير في داخل بلادنا من ضمنهم رئيس جامعة الإمام في ليبيا شخصيات معروفة في مصر حزب النور كل المحسوبين على حزب النور في الكويت هناك شخصيات معروفة في كذلك في حتى في سوريا نفسها في أوروبا في بريطانيا شخصيات معروفة لهم مركز كبير في برمنغهام له واحد اسمه أبو خديجة مشهور من دعاتهم. فهذا سببها هذه هؤلاء رموزها وهذا انتشارها وتاريخها. ما هي أفكار الجامية؟ أفكار الجامية أنا ما أتكلم عن منهجهم دعونا نعطيكم أفكارهم أولا ثم نقول ما هو المنهج الذي ينطلقون منه. أفكارهم يدور فكرهم كله حول الطاعة المطلقة للحاكم. الحاكم أيا كان سواء كان يحكم مدينة أو دولة صغيرة جدا مثل البحرين أو يحكم دولة 90 مليون مثل مصر لابد من طاعته وطاعة مطلقة لا تخرج من هذه الطاعة مطلقا. حتى قال أحدهم في ليبيا قال حتى لو أمرك بمعصية تنفذ مع أن هذه مخالفة لصريح النص. فطاعة مطلقة للحاكم. الناحية الثانية عدم انتقاد الحاكم أو تخطئته أو نصيحته علنا يعني ليس فقط طاعته إذا أمر لا تنصحه ولا تنتقده ولا تخطئه
ما تخطى أبدا، لأنك إذا خطأته علنا أو انتقدته علنا أو حتى نصحته علنا أنت ارتكبت جريمة من أعظم الجرائم، أشد من كل الجرائم التي تتصورها. وقد تفرغوا في منهجهم ودعوتهم ونشاطهم لتقبيح هذه الجريمة العظمى. ولذلك النقطة التي تليها أنه أي تصرف من هذا القبيل، اعتبار أي تصرف من هذا القبيل خروج، أي تصرف من هذا القبيل خروج. والخروج هنا إشكالية كبيرة، لأن الخروج عند في عند المسلمين الخروج هو ليس الخروج على الحاكم، الخروج هو الخروج الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو تكفير من لا يستحق التكفير. هم لا يعتبرون من يخرج على الحاكم بمعنى يعترض على الحاكم هو الخارجي الذي وردت الأحاديث في تقبيحه وذمه والأمر بقتاله. ثم لا يعتبرون الخارج على الحاكم ومن يرفع السلاح، بل كل من ينتقد أو ينصح علنا فهو خارجي، بمعنى أنك إذا انتقدت علنا أو نصحت حتى لو مدحت الحاكم لكنك نصحته علنا فأنت خارجي بمفهوم الخروج الذي ورد فيه الحديث الذي فيه يعني لو أدركتم لا أقتلنهم قتل عاد، ويخرجون من السهم كما يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. يعني يطبقون هذه الأحاديث التي وردت عن الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة أو من لا يستحق التكفير، يطبقونها على من يعترض على الحاكم مو يرفع السلاح، مع أنه حتى الذي يرفع السلاح ليس بخارجي، حتى الحسين وعبد الله بن الزبير وأبناء المدينة المنورة وأبناء الصحابة في المدينة وغيرهم ليسوا بخوارج، لم يقل أحد أن هؤلاء خوارج أنهم رفعوا السلاح على حاكم مبايع، ولكنهم يقولون كل من يعترض على الحاكم. بل وصل الحد عند بعضهم أنك إن لم تحب الحاكم في قلبك حتى لو لم تتكلم فأنت من الخوارج. فهو تزوير على أربع مراحل وليس مرحلة واحدة، تزوير باعتبار الخروج ليس الخروج العقدي بل الخروج اللفظي، ثم التزوير الآخر أنه لا يحتاج أنك تكون خارجي برفع السلاح بل مجرد أن تعترض على الحاكم، ثم المرحلة الأولى حتى لو نصحت العالم وأنت تمدحه علنا فأنت خارجي، ثم لو لم تحبه بقلبك فأنت خارجي. من ضمن منهجهم تبرير ما يمكن أن يكون كفرا بواحا من الحاكم بل التصريح بإمامته حتى لو كان كافر. إما أنهم لا يصرحون يعني بهذا الكلام، يقول لك لا هذا الحكم بما أنزل الله ما علينا منه، بكيفه خلي يضع أي قوانين ما عندنا مشكلة، خلي يوالي الكفار يعادي المسلمين يحارب المسلمين يسوي حاجة، ما عندنا مدام حاكم فهو حاكم. ما قاموا فيكم الصلاة، بعدين شافوا ورطة أن بعض الحكام ما يصلون، بعض الحكام أصلا حتى الصلاة ما يصلون، قالك لا حتى لو كان كافر ما دامت السلطة بيده فما في فائدة أنك ترفع السلاح في وجه الحاكم، ما في فائدة أنك تخالف الحاكم، ما في فائدة أن توغر الصدور على الحاكم. فإن التبرير ما يمكن أن يكون كفرا بواحا من الحاكم بل التصريح بإمامته حتى لو كان كافرا. يعني واحد منهم قال بس بالاسم حدد بريمر هو ولي أمر المسلمين في مصر. من ضمن أفكارهم مهاجمة الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية السياسية بحجة التحزب والبدعة والخروج. يعني هم من جهة يقدسون الحاكم ويعطونه العصمة والولاء والإمامة، من جهة يحاربون التيارات الإسلام السياسية، الإخوان السروريين، كل التيارات أو كل الأفراد الذين يمارسون نشاطا فيه حديث عن الشورى، حديث عن العدل، حديث عن الظلم والحرية وما يمكن أن يعتبر نشاطا إسلاميا سياسيا أو حتى اجتماعيا في عتبة السياسة. ولذلك أصبحت مهمتهم هي مدح الحاكم والثناء عليه وتعظيمه وتزكيته والتفرغ لمهاجمة كل التيارات الإسلامية حتى لو كانت هادئة، حتى لو كانت ما يسمى بين قوسين الإسلام الوسطي، حتى لو كانت معهم تواجه الجهاديين وتجرم الجهاديين وتتهم الجهاديين بالخروج، ما ينفع. لازم ما دمت ليس مرضيا عنك من الحاكم أو لا، ما دام الحاكم على علامة استفهام صغيرة عليك فأنت إذن من المغضوب عليهم، أنت من أصحاب البدعة والتحزب والخوارج. هذه أفكارهم. طيب ما هو منهجهم؟ منهجهم منهجين، منهج مزعوم ومنهج حقيقي. ما هو المنهج المزعوم؟ المنهج المزعوم هو زعمهم أنهم امتداد للسلف، امتداد لأهل الحديث، امتداد لأهل السنة الحقيقيين، يعني السنة الذين أخرج منهم الأشاعرة يبقى أهل الحديث.
فلذلك هم يتبعون الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة زعما، هذا زعمهم، أنهم يتبعون الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، وكلامهم كله قال الله وقال الرسول، يجيبون الآيات والأحاديث بأسانيدها ويطول بالكلام حتى يعطي شرعية قوية لكلامه زعما، زعما طبعا. ولذلك هم يزعمون أنهم يهاجمون كل من هو خارج السلف من المعتزلة والشيعة والصوفية والخوارج والباطنية وحتى الأشاعرة، حتى الأشاعرة المحسوبين على أهل السنة يهاجمونهم، لأن يقولوا هذولا ليسوا متسننين بما فيه الكفاية، لا يمكن أن يعتبر سنيا إلا من كان على طريقة السلف، حتى الأشاعرة يخرجونهم من هذا زعما طبعا، هذا كله زعم. والمبالغة كذلك من مزاعمهم المبالغة في اعتبار أنفسهم الفرقة الناجية، لأنهم هم الامتداد لهذا السلف. هذا المنهج المزعوم، فما هو المنهج الحقيقي؟ منهج حقيقي ليس في ذلك من شيء. المنهج الحقيقي هو الدوران مع الحاكم أيا كان موقفه، وهذا يبنى عليه التالي: أولا انتقاء الأدلة، ما في حاجة اسمها شرع، يتناول الشرع كما ينبغي أن يتناول الشرع، لابد فيه من أخذ كل الأدلة، ما تأخذ دليل بلا دليل، انتقاء الأدلة رغم وجود ما يخصصها أو يقيدها أو يشرحها. ثانيا اجتزاء الأدلة، يأتي لك بدليل ويتعمد أن يبتر هذا الدليل ولا يكمله، دليل معين يقرأ بدايته ولا يقرأ نهايته، فيجتزئ الأدلة رغم وجود الدليل كاملا فيتعمدون بتر الدليل. النقطة الثالثة رفض تناول الشريعة كجسم متكامل، لأنك إذا تناولت الشريعة كجسم متكامل رديت على نفسك، الشريعة عبارة عن مقاصد متكاملة، مقاصد الشريعة العدل، مقاصد الشريعة الشورى، مقاصد الشريعة الحرية والكرامة الإنسانية، مقاصد الشريعة أن الحاكم يحاسب، وأن الحاكم مسؤول عن الدفاع عن ثغور المسلمين، والحاكم كذا وكذا وكذا إلى آخره، هذه مقاصد الشريعة. لا يريدون أن يأخذوا الإسلام كتلة واحدة ويتعمدون تجزئة الأدلة حتى يتلاعبون بها ويبالغون في الحديث عن الجزئيات والروايات التفصيلية حتى يعطوا شرعية وجمال الحديث في اللغة يعوضون فيه عن قبح منهجهم. فإذن يرفضون تناول الشريعة كجسم متكامل كما هو عليه كل علماء المسلمين، وكما ذكرها الشاطبي في طريقة مقاصد الشرع. من ضمن منهجهم الحقيقي التبرير المزعوم بالمصلحة، مع أنهم يدعون أنهم سنة، بينما الذي يتكلم تقديم المصلحة على النص هم المعتزلة. من ضمن المنهجهم الحقيقي هو التبرير بالخوف من الفتنة، خلاص قال خوف من الفتنة، خلاص ارمي كل النصوص على جنب. طيب وين السلفية المزعومة؟ ليست السلفية هي تقديس النصوص؟ من ضمن منهجهم الحقيقي هو التبرير بأن الحاكم يعرف ما لا نعرف، يقول لك الحاكم يعرف المصلحة والحاكم لديه من المعلومات كثير ما لا نعرف، فإذا لا تتدخل، الحاكم يتخذ القرار بناء على ما لديه ومعطيات معلومات فلا تتدخل، هذه باطنية. ومن ضمن منهجهم الحقيقي تعظيم علمائهم إلى حد العصمة، تعال انتقد المدخلي ولا انتقد محمد أمان جامي ولا انتقد برهامي في مصر ولا انتقد فلان، ستكون عليك لعائن الله والعياذ بالله، لن تنجو منهم أبدا، لأن هذا الشخص والعياذ بالله كأنه نبي عندهم. فهذا هو منهجهم الحقيقي. ولذلك إذا رأيت هذا المنهج الحقيقي مقارنة بالمنهج المزعوم الذي عندهم، فهم في الحقيقة اتصفوا بكل صفات الفرق التي يدعون وصفها يدعون محاربتها لأنها فرق بدعية، فهم أسوأ من المعتزلة. المعتزلة يقدمون العقل على النقل ويقدمون المصلحة على النص، لكن لا هم أسوأ من المعتزلة. المعتزلة على الأقل منطقيون، يعني يستخدمون المنطق ويجتهدون في استخدام المنطق، صح أنهم في نهاية المطاف هم يعني فرقة مبتدعة وأهل السنة هم الأصح منهم والسنة ردوا عليهم، لكنهم يتقنون الكلام بالمنطق، هذول لا ابدا ما عندهم منطق، هذا خلاص ولي الامر اعرف المصلحه انتهت السالفه، يعني من المصلحه يعطيك كلاما مبتورا ان من المصلحه ان نقبل بالحاكم وان ندرأ الفتنه انتهى. المعتزلي بالعكس، المعتزلي اذا طرح امرا يخالف النص يفلسفه ويمنطقه يعني فلسفه عميقه حتى يبرر لجوءه إليه. هؤلاء ليس عندهم أي فلسفة ولا منطق، رغم أنهم يمارسون نفس طريقة المعتزلة.
فهم ضد أهل السنة وضد السلف في سلوكهم سلوك المعتزلة في تقديم المصلحة على النص، وهم أسوأ من الشيعة في إضفاء العصمة على الحاكم، لأن الشيعة أعطوا العصمة لعلي بن أبي طالب، صحابي الحسن صحابي، الحسين صحابي، وكلهم مبشرون بالجنة، وعلي بن الحسين تابعي من أفضل التابعين، ومحمد بن علي الحسين من أفضل أتباع التابعين، وجعفر بن محمد من أفضل أتباع، وكل هؤلاء مثنين عليهم. هؤلاء أعطاهم الشيعة العصمة. طيب من أعطى هؤلاء العصمة؟ أعطوا محمد بن سلمان وسلمان وعبد الله وغيرهم من أفسد الناس وأظلم الناس، بل ربما ممن اقترف الكفر البواح. فإذا من يعني هم مارسوا ممارسة أسوأ من ممن يحاربونهم اللي هم الشيعة. طيب وهم خوارج، لأن الخوارج يكفرون من لا يستحق التكفير من أهل الكبائر الحقيقية، يعني أو من يظنونهم أنهم من أصحاب الكبائر، وهم والخوارج يؤمنون بما يفعلون، يعني ليش لا يفعلونها تبريرا لحماية أنفسهم، بالعكس يتبنون هذه المسألة ويقفون عندها ويقاتلون من أجلها الخوارج، بينما هؤلاء ما عندهم، يكفرون من يقول كلمة الحق ويجرمونه ويفسقونه ويبدعونه لأنه قال كلمة الحق، لأنه خالف الحاكم بس، أمر بالمعروف نهى عن المنكر وقال كلمة الحق التي هي بالعكس من أعظم الجهاد، يفسقونه ويبدعونه حتى لو لم يرفع السلاح. فهم أسوأ من الخوارج في هذا الجانب، وهم كذلك باطنية، الفرق الباطنية من أسوأ الفرق في الفرق المبتدعة، لأنهم أصلا يعتبرون ليسوا خارج أهل السنة بل خارج الإسلام، وهم يمارسون فكرا باطنيا لأنهم يعتقدون أن الحاكم يعرف ما لا نعرف ويعلم ما نعلم، ولا يمكن أن نصل إلى ما يصل إليه من الفهم والإدراك. والله صحيح هذا تفكيرهم، تفكيرهم أنه ليس لديك قدرة أن تصل إلى ما يصل إليه الحاكم من الإدراك. وهم كذلك أسوأ من المتصوفة، متطرفي المتصوفة الذين يقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، هم يقول يعني لا يقولونها نصا، لكن ممارستهم مع المدخلي ومع ربيع المدخلي ومع جامي ومع غيرهم من المشايخ، هذه ممارسة نفس الشيء، يقدسونهم تقديسا أنه ما يخرج من أفواههم كأنه كلام أنبياء. هذه إذن ممارساتهم. هم شيعة أسوأ من الشيعة وأسوأ من الصوفية وأسوأ من المعتزلة وأسوأ من المتصوفة وأسوأ من الباطنية، رغم أنهم يدعون أنهم ضد هذه الفرق التي خارج أهل السنة. وإذا كانوا أسوأ من المعتزلة فمن باب أولى، هم أسوأ من الأشاعرة، لأنهم أصلا يخرجون الأشاعرة حتى من دائرة السنة. طيب يعني ما هي حقيقتهم، يعني ما هي حقيقة هؤلاء من حيث علاقتهم بالدين، وما هي حقيقتهم من حيث أسباب وجودهم؟ أما من حقيقتهم من حيث علاقتهم بالدين، فهم لا يدرون مع الدين، هم يدرون مع الحكام ولا يدرون مع النص. الدليل حتى لو أخذت حاسبتهم على منهجهم، هم على منهج تبعية الحاكم الذي الموجود حاليا. شوف، اختبروا في مصر واختبروا في ليبيا. في مصر حينما حكم مرسي هو صار الحاكم، يعني بمنهجهم ينبغي عليهم أن يتبعوا مرسي، وإذا بهم يشاركون في الثورة ضد مرسي، يعني هم خوارج بالمفهوم السلاح وليس فقط بالمفهوم الأمر معروف عن المنكر. هم شاركوا في الثورة، وقفوا مع السيسي حتى قبل الانقلاب، قبل أن يزال مرسي وقفوا مع السيسي علنا مع كل الطوائف الأخرى التي وقفت مع السيسي. فهم يدورون مع أمريكا، مع السعودية، مع من يحارب الإسلام، وليس مع الحاكم حقيقة. فهم كذابون حتى بمنهجهم المنحرف، هم في الحقيقة كذابون. في ليبيا نفس الشيء، وقفوا ضد ما يسمى بالمجلس الانتقالي ووقفوا مع حفتر. لماذا؟ لأن حفتر هو الذي ترضى عنه السعودية والإمارات والمدعوم ماديا، فوقفوا معه رغم أنه هو الخارجي بمنطقهم هم المزعوم. فإذا هم كذابون يدورون مع الحاكم ولا يدورون مع منهجهم المزعوم الذي يعتبر زعما مع النص. طيب ما هي حقيقتهم من حيث أسباب وجودهم في هذا التيار؟ هم أربع أصناف تقريبا. صنف
مباحث مكلفون، وهذا الصنف الأكبر، يعني معظم الذين معهم سواء في السعودية أو في الخليج أو في اليمن، اليمن بالمناسبة الآن عدد كبير منهم مع الإمارات يقاتل في عدن وفي اليمن الجنوبي، مشايخ ودعاة كما يزعمون يحاربون الدعاة الآخرين ويغتالونهم ويقاتلون بأموال الإمارات، ونفس الشيء في ليبيا يقاتلون تحت راية حفتر والعياذ بالله، يقاتل يعني ليس فقط يتبنى موقفا شرعيا مجردا، لا يقاتل مدعيا أن قتاله هذا جهاد للخوارج وجهاد للمبتدعة، وتحت راية من؟ تحت راية ابن زايد وابن سلمان أو تحت راية حفتر. فإذا جزء كبير منهم مباحث مكلفون لا شك في ذلك. احنا في المملكة يعني في بلاد الحرمين حينما نشأت الفرقة الجامية كانوا هكذا منتفعون عاديون، ثم رمت وزارة الداخلية تحت أقدامهم عددا كبيرا من المباحث يتتلمذون على أيديهم حتى تحولوا إلى تيار. فإذا الغالبية العظمى مباحث، ثم عندك جزء آخر منتفعون جدا، إنسان ما يحتاج يكون مباحث ولا يحتاج يكون يأخذ راتب مباحث لكنه منتفع من هذا التيار، هي شغلة مريحة جدا أن تكون داعية تؤمن نفسك بتبعية الحاكم وبسب التيارات الإسلامية التي تدعو إلى إعادة مجد الإسلام، تسبها وتقدس الحاكم فتستفيد حتى لو لم تكون مباحث. وجزء هؤلاء منتفعون، ثم جزء أصحاب هوى اختاروا الدين المريح، كثير منهم كان علماني كان شيوعي كان منحرف، خاصة في بلاد أخرى مثل السودان مثل ليبيا مثل سوريا مثل العراق، وجد أن هذا التيار مريح لأنه لا يدخله في مواجهة مع حكام ولا غيرها، فهواه يدفعه إلى هذا الاتجاه، ليس منتفعا ولا مباحث، لكنه لماذا يعني بعد أن عاش حياة مرهقة في العلمانية ولا في الشيوعية ولا في الفساد ولا المخدرات ولا كذا، الآن يجي يتعب نفسه بمواجهة حكام، خلي أخذ حاجة مريحة. ثم جزء بسيط جدا لا أنفي، جزء بسيط جدا صادقون، يعني هو دخل مخدوع، عندك إعلام قوي يخدمهم، إعلام هائل يخدمهم، وجيش من الدعاة الكاذبين الذين يجملون هذا المنهج المنحرف. فلا تستغرب أن يكون هناك بعض الصادقين الذين ينخرطوا في هذا الميدان. هؤلاء الصادقون بصدقهم وإخلاصهم يكتشفون بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين بعد ستة شهور يكتشفون أن هذا كذب. لا يمكن أن يبقى معهم إنسان إلا إنسان يعني جعل الران على قلبه والعياذ بالله، لا يمكن، لا يمكن أبدا، ما لا نحسن الظن بإنسان قضى معهم مدة طويلة أنه والله صادق، يصعب تماما أن نحسن الظن بمن قضى معهم مدة طويلة أبدا، لا أصدق. إنما قد يكون إنسان قضى معهم وقتا قصيرا ثم اكتشف أن هذا المنهج تلاعب بالدين، أنه تزوير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتزوير لكلام الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز مطلقا الانضمام تحت هؤلاء. فنعم هناك صادقون لكن عددهم قليل جدا، ورجاء لا يعني ضعوا هذه في ذهنكم، لا تعتبروا كثير من أصحاب هذا التيار قد ينضموا إلى تيار إسلامي أو جماعة إسلامية أو فرقة حقيقية، هذه الفرقة فرق مصطنعة صنعتها الحكومات ودعمتها بقوة حتى تساهم في تطويع الناس للسلطة. ماذا بقي كيف نرد عليهم؟ كيف نرد عليهم؟ أول حاجة الكلام الذي ذكرته يكون في الحسبان، تتصور حقيقتهم فتنتبه منهم، لكن كيف ترد على استخدامهم الأدلة بطريقة يعني مخيفة؟ أولا هم يزعمون أن الحكام لم يقترفوا الكفر البواح بسهولة، إذا استطعت أن تثبت أن الحكام اقترفوا الكفر البواح انتهى الباقي، إلا إذا قال لك الحاكم له طاعة فهذا واضح جدا أنه أخرج نفسه من السنة بالكامل. إذا إنسان قال لك والله الحاكم الكافر له طاعة، لم يقل أحد من علماء أهل السنة الحاكم له طاعة، تقصد طاعة بمعنى أنك تتحاشى مخالفة النظام، هذه ليست طاعة تعبدية،
نحن نقصد الطاعة التعبدية، طاعة التعبدية للحاكم لا يمكن، ولم يقل أحد من علماء الإسلام أنها تعطى طاعة التعبدية التي تعبد بها الله سبحانه وتعالى، أنها تعطى لحاكم غير مسلم أو لنظام غير مسلم أو نظام غير شرعي بالمفاهيم الشرعية الإسلامية. فإذا أولا كل الحكام عندنا تقريبا ما نعرف أحدا يعني الله أعلم إلا وقد اقترف الكفر البواح وهو تعطيل الشرع وولاء الكفار والتآمر ضد المسلمين وكذا 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 إلى آخره. أنت لا تحتاج أن تكفر الحاكم بعينه، يكفي أن تقول أننا رأينا الكفر البواح، لأن الحديث ما قال، الحديث لم يقل إلا أن تروا كافرا بواحا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا. فإذا رأيت الكفر البواح الذي عندك فيه من الله برهان، هذا تعطيل الشرع وولاء الكفار والتعاون معهم ضد المسلمين وتعطيل شعائر الدين بالكامل، هذا لا شك أنه من الكفر البواح، لست بحاجة لأن تكفر أحدا. ثانيا حتى لو اعتبرنا الحكام لم يقترفوا الكفر البواح واخترنا رأيها للسنة، لأن السنة فعلا في رأيين، إذا كان الحاكم لم يقترف الكفر البواح وقد وحد كلمة المسلمين وقد أقام الشرع وقد رفع راية الجهاد، فهناك مدرستان، مدرسة ترى أنه إذا لم يكن عادلا وكان مستبدا لا يحكم بالشرع لا يحكم بالشورى، ولم يتم اختياره بالشورى، فيجوز الخروج عليه بالسلاح، يجوز الخروج عليه بالسلاح حتى. والرأي الثاني يرى أنه لا يجوز الخروج عليه بالسلاح ويجب طاعته. نأخذ بالرأي الثاني، نأخذ الرأي الثاني الذي دائما يتشبثون به ويزورون هذا الموقف، يعني مثل رأي أحمد حنبل، لم يكن يرى أحمد حنبل وكثير من العلماء ممن أتى بعده والنووي وحتى ابن تيمية له رأي، ممن يرى هذا الرأي، نأخذ برأي هؤلاء الذين لا يرون رفع السلاح أمام الحاكم المستبد الظالم الذي يقيم شرع الله ويقيم راية الجهاد ويحمي ثغور المسلمين وقد وحد كيان المسلمين. طبعا هو حكامنا لم يوحدوا كيان المسلمين ولم يقيموا شرع الله ولم يقيموا راية الجهاد ولم يحموا الثغور ولم يؤدوا يضمنوا قيام الشعائر عموما. لكن نفترض أننا أخذنا هذا الرأي، هذا الرأي يرى أنه لابد أن يقال عن الحكام ظلمة وأنهم مستبدون ويجب أن يسموا باسمهم ويجب أن يقال الحق في وجههم، رقم واحد. رقم اثنين، هؤلاء وعلى رأسهم أحمد حنبل اللي هو أكثر الناس يتشبثون به والذي كان ضد رفع السلاح، أحمد حنبل كان يقاطع ويتهم من يتردد على الحكام ومن يثني على الحكام، يعتبره جزء من الظلم وجزء من الطغيان، يقاطعهم بل لا يكلمهم أبدا، كل من يمدح الحكام أو حتى يمر عليهم مرور يعتبره قد اقترف جريمة كبيرة، فكيف بمن يقدس الحكام ويدافع عنهم ويجرم خصومهم؟ فهذه رقم اثنين. فرقم واحد هم يعتبرونهم ظلمة، يعتبرون الحكام ظلمة، يعتبرونهم مجرمون، يعتبرونهم مستبدون. رقم اثنين، يقاطعون من يثني عليهم، يقاطعون من يمدحهم. رقم ثلاثة، يعتبرون من مو بس يعني انتقد الحكام، من رفع السلاح يعتبرونه مجتهدا مأجورا، يعني اعتبروا الحسين مجتهدا مأجورا له أجره، واعتبروا أبناء المدينة الذين ثاروا على يزيد مأجورين، واعتبروا ثوار البصرة على الحجاج مأجورين، بل إن أحمد حنبل اعتبر حتى أحمد بن نصر الخزاعي الذي في زمانه رفع السلاح مأجورا رغم أنه كان ضد رفع السلاح، اعتبره مجتهدا مأجورا، وقال رحمه الله جاد بنفسه، جاد بنفسه في سبيل محاربة الباطل. فإذا حتى لو أخذنا رأي أهل السنة، مدرسة أهل السنة التي ترفض رفع السلاح على الحاكم الظالم يسمونه المتغلب، فهي أولا بشرط أن يكون قد أقام الشرع ورفع راية الجهاد وحمى ثغور المسلمين، والشرط الثاني أن يقال يوصف بأنه ظالم ومجرم وإلى آخره، والشرط الثالث أن يقاطع من يثني عليه ومن يزكيه ومن يحميه، والشرط الرابع أنه لا يثرب على يخطأ ولكن لا يجرم ولا يؤثم من رفع حتى من رفع السلاح. فهكذا نرد عليهم إذا كنتم تريدون الرد عليهم. أعتقد في هذا يكون كفاية للحديث عن منهج وطريقة التفكير وتشكيلة الفرق الجامية، والقضية ليست قضية
اهتمام بهم وطريقة رد عليهم القضية قضية تقدير خطرهم، خطرهم كبير ووجودهم كبير، وقد وضعت تحت أيديهم إمكانيات كبيرة من الإعلام والكتابة السوشيال ميديا وغيرها حتى يوصلوا كلامهم الذي فيه تزوير للدين والعياذ بالله. فلا بد من التصدي لهم بقوة، وجعلهم بالعكس جعل من ينتسب إليهم هو المزور وهو المبتدع وهو المجرم، حتى يشعر من يتحدث بلغتهم أنه قد قوطع من المجتمع وقد حرب من كل أطراف الشعب. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.